زين. أقصى الإطار اي الذي أقصى الإطار هو صندوق الاقتراع. اها الذي أقصى الإطار هو صندوق الاقتراع. إحنا عندنا انتخابات، الانتخابات هي التي أقصت قوى، يعني هي ليست فقط الـ 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 الإطار، الحزب الإسلامي أقصي، تحالف النجفية أقصي، قوى كثيرة حقيقة أقصيت وهسه خرجت بالكامل من العملية السياسية أو بقيت بأعداد قليلة تحت قبة البرلمان. هذا شيء طبيعي، يعني هذه في كل انتخابات أكو قوى سياسية تتكرس، أها يعني يتكرس فوزها، قوى سياسية يتسع فوزها، وقوى سياسية يضيق فوزها. هاي أولاً، وأكو تبعات سياسية لهذه الخطوة ما ننساها ولا نتجاوزها سيد نزار. لا 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 شيء نتجاوزه، لكن خلي أشرح موضوعة العرف السياسي، خلي نشوف صدق أكو عرف سياسي لو هذه همبلات الإطار والمتحدثين باسمه. شوف سيد الكريم، احنا عندنا ثلاث مواد دستورية اللي هي المادة 55 والمادة 70 والمادة 76 لتشكيل تسمية رئيس مجلس النواب ورئيس الجمهورية ورئيس الوزراء. لم يذكر فيها هوية هؤلاء، هذه الرئاسات الثلاثة، إن كان شيعيا أو سنيا أو كرديا، وإنما تقول أن هذه الرئاسات يتم اختيارها وانتخابها من خلال التصويت تحت قبة البرلمان. طيب اجوا الجماعة اتجاوزوا على الدستور، سووا فد عرف، سموا هذا العرف، يعني حددوا الهوية الإثنية والمذهبية زين لهذه الرئاسات زين. فقالوا لازم رئيس الجمهورية كردي ولازم رئيس مجلس النواب سني ولازم رئيس الوزراء شيعي. يابا ما يخالف، قبلنا أنهم يتفقون يتآمرون على الدستور بحجة عرف سياسي. طيب خلي نجي نشوف هذا العرف السياسي صدق عملوا به لو هم همبلة. إحنا إذا نرجع إلى تسمية الرئاسات الثلاثة من 2005 لحد الآن، العرف الثابت الوحيد كما تفضل الضيف الكريم من أربيل الأستاذ الفيلي، العرف الوحيد هو أن يكون رئيس الجمهورية كردي، رئيس مجلس النواب سني، ورئيس الوزراء شيعي. لكن منين، من اللي يسميه؟ خلي نشوف باختصار. رئيس الجمهورية مثلا بالمرة الماضية، يعني في عام 2018، من اللي سمى رئيس الجمهورية؟ الكرد سموا رئيس الجمهورية؟ لو الشيعة والسنة والكرد، هاي واحدة. الشيء الثاني، مو الشيعة كانوا يردون يجددون للدكتور الجعفري؟ من اللي أزاحم رئاسة الوزراء؟